معانا الأستاذ المستشار ممدوح رمزي المحامي. مساء الخير يا أستاذ ممدوح. مساء الخير يا عادل بيه، ازيك؟ كل سنة وحضرتك طيب، قرب كل أعياد سنة الكريسماس، وانت كل طيب، سنة والمصريين جميعا بخير. وأخبار إخواننا في المهجر؟ كله كله تمام، بخير؟ كله كويس، وشجرة عيد الميلاد منورة كل مكان، ويا رب في كل مكان يا رب. يا أهلا، كل سنة وانت كل سنة طيبين، وانت طيب يا أستاذ ممدوح. وسنة ميلادية جميلة، وعيد ميلاد مجيد إن شاء الله. ربنا يخليك، رجل قانون وأيضا في السلك النيابي، كنت عضو في مجلس الشيوخ سابقا، يعني جزء من حياتك تشريعي، وأيضا معارض وفي حزب من الأحزاب اللي بتسعى إنها دايما تبقى معارضة يعني. المعارضة البناءة، طبعا المعارضة جزء من النظام، ده اللي عايزين نفهمه جزء للناس. من النظام، ولا بد حتى تسود الديمقراطية لابد أن يكون هناك طبعا معارضة، الرأي والرأي الآخر يعني، يعني على الأقل بس ممكن ما يبقاش معارضة معارض بناءة، كامل مش لكن معارضة معارض لأجل جزئي يعني. المعارضة. تمام طبعا سيادة المستشار، القوانين الدولة فعلا غيرت في المجلس النيابي السابق، كانت فيه قوانين كتيرة قوي وكانت مجحفة لحقوق المرأة، وتغيرت قانون الميراث والحبس لمدة 6 شهور لمن يعترض على انه يدي الحق الانثى او لامرأة، سواء ام او بنت او اخت، وايضا الحقوق اللي هي للنفقة والغيره ان يعني بيبقى بيستوجب فيها الحبس على اساس ان هي تاخد مستحقاتها، خصوصا كمان المراه المعيله بدات الجمع بين معاشين، وفي قوانين من الدوله ومؤسسات الدوله بده، علاوه على ان المراه اصبحت قاضيه بعدد كبير، نائبه ب 206 نواب في المجلسين، النواب والشورى، وايضا ضابطه شرطه، وايضا ضابطه جيش في مصر. كل ده حقوق من القوانين وتغيراتها والقوانين لا تخص المرأة ومكانة المرأة، والمرأة وزيرة، والمرأة محافظة، والمرأة وكيلة وزارة، والمرأة مدير عام، والمرأة يعني ليها مؤسسة بتطالب بحقوقها اسمها مؤسسة المرأة. يعني أعتقد أن ده العصر الذهبي أن المرأة تدافع فيه عن نفسها وتاخد حقوقها، لكن على المستوى المجتمعي لسه ايه يعني القوانين في صالح المرأة والمجتمع ضد المرأة، او بالثقافة الذكورية هو ضدها، فيعني الحل ايه؟ اتفضل يا فندم. بص يا عادل بيه، هي اصلا ثقافة، يعني منذ بدأنا 52 ما كانش لا في حقوق انسان ولا مواطنة ولا النهارده المصريين بيتكلموا او بيحتفلوا باليوم العالمي لحقوق الانسان. بالتاكيد دي ثقافه محتاجه لتغيير، لان احنا مروا علينا 3 رؤساء من أسوأ الرؤساء اللي مروا في تاريخ مصر، عبد الناصر والسادات وحسني مبارك. فلما جه الراجل يعني مش هيغير ثقافه 57 سنه، يغيرها في 7 8 سنين. فكان هناك إجحاف لكل فئات المجتمع، مش المرأة بس، ده المرأة والأقباط والنوبيين وإلى آخره، لأن دي ثقافة، وكان بيغذيها المتطرفين والإخوة السلفيين والإخوان المسلمين والكلامية ده. فبالتأكيد النهارده بنبدأ جمهورية جديدة، عصر جديد لابد أن تسود فيه المواطنة بكل اشكالها وبمعناها. ولكن يمكن انا اتكلمت معاك يا استاذ عادل اكثر من مره في هذا الشان. شوف، الا يفصل الدين عن الدوله فنحن كمن يحرس في الماء. المواطن المصري زي ما سعادتك عندك في امريكا، الكل بينزل الشغل، لا احد يعرف هويه احد ولا عقيدته ولا ديانته، ولا عايز يعرف، ولا الحزب المنتمي ليه كمان، يعني ما اقدرش اقول لواحد انت ديمقراطي ولا ريبابليكان اتحكم ولا فيها، جمهوري ولا انت اسود ولا انت ابيض، دي خالص جريمه بيتحكموا عليها في مظبوط امريكا. صح كده. فاحنا النهارده عشان نقول يا استاذ عادل ويحصل التغيير، افصل الدين عن الدوله، والكلام ده انا مش بقوله لحضرتك، انا قلته عشرات بمعنى المرات. ايه؟ ما هو الناس مش فاهمه يعني فصل الدين، يعني خلي يا الدين جانبي، عادل ما انا بيه، عايز افهمها برضه. النهارده انت عندك تصنيف طائفي، تمام، لأنها ثقافة موروثة من 52 حتى رحيل الرئيس حسني مبارك. لما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حاول الرجل أنه يرسي مبادئ
المواطنة وأن يكون الجميع على قدم وساق. أنا مصري، ما تقوليش أنت عقيدتك إيه أو ديانتك دي. إيه اللي بدأوا فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لأنها ثقافة متجذرة منذ أكثر من 5 عقود، فبالتالي تغييرها أستاذ عادل ليس بشيء سهل. افتح أنت، يعني أنت يا دولة يا مؤسسات افتح وخليني أدخل الوظائف اللي أنا ممنوع منها. بلاش نظرية المؤامرة، وبلاش الكلام ده، أنا قلته قبل كده. في وظائف محظور على الأطباق مثلا أنهم يتولوها، زي مثلا أن يكون ضابط بأمن الدولة أو يكون ممثلا في المجلس الأعلى للدفاع أو الشرطة أو إلى آخره. كل ده دي عوامل لابد أن تزول من المجتمع عشان تقول تسود في المساواة والمواطنة بمعناها الحقيقي، المساواة والمشاركة. نبدأ نقول إن دي دولة عصرية، إنما بلاش الشعارات اللي ملهاش معنى، وبلاش الثقافة المتجذرة المتخلفة، يجب أن تنتهي. وإحنا ما زلنا بنعاني من قوانين زي المادة مثلا 98 واو من قانون العقوبات، دي لم تشرع لحماية كل الأديان، ولم تكن فيها الأديان على مسافة واحدة أو متساوية. ما زلنا نعاني من مشاكل، وده مش الحقيقة مسؤولية رئيس الدولة، لأنه رئيس الدولة في الأول وفي الآخر منصب سياسي بيتعامل مع 185 دولة على مستوى العالم. أين أنت رئيس الوزراء؟ أين أنتم يا وزراء؟ لماذا لا تغيرون هذه الثقافات؟ ولماذا؟ يعني أشياء كثيرة يا أستاذ عادل، لابد تبني من قصة المرأة. المرأة هي جزء من المجتمع، ما فيش شك في هذا، إنما احنا بنتكلم على المجتمع ككل، كمواطنة، كمساواة، كعدم تمييز بكل أشكاله، ولا بد أن يجرم زي ما بيحصل في أمريكا. زي ما قلت لحضرتك، لو حد قال لواحد قال له أنت نيجروز، يبقى يومه أسود ويتعرض لمحاكمة ويتحبس. لا، ديسكريميشن بتبقى فيها غرامات، ممكن يفقد فيها ما له يعني. لا وحبس. فأنت النهاردة ما تدينيش شعارات زي حال المنطقة العربية، لا احنا مش هنعيش بالشعارات. أنا عايز تفعيل، عايز أفعال. عندما يشعر المواطن، أصل المواطن حسب ما يصنع. يعني قبلها كان، قبل قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان بناء كنائس من أصعب ما يكون، لأنه الثقافة متجذرة. يعني راح مدينة جديدة، أستاذ عادل كذا مدينة جديدة، فقال له ده مركز الشرطة، دي المحكمة، ده المسجد، قال له فين الكنيسة؟ قال له محدش طلب، قال له مش لازم يطلب. يعني إيه محدش طلب؟ مش المدن الجديدة دي هيعيش فيها مسيحيين؟ يصلوا فين؟ فالنهارده لما نرسل دعائم دي، الشعب المصري هيبتدي يتقبلها يا استاذ عادل. تمام. انما ما تقوليش اصله هنا ما فيش، واصله تعداد السكان. لا يا سيدي، احنا عندنا ما يكملوش 50 يهودي في مصر، ولكن لهم حريتهم وعقيدتهم، ولهم الكنيس بتاعهم زي ما بيسموه. ما ترتبطش انت بعدد. انا لو عندي مدينه فيها 50 نفر، هبني لهم كنيسه بحريه المعتقد. فلازم هذه الثقافات الغريبه على مجتمعنا، واللي ارسلتها 52 وما بعدها، يجب ان تزول. ما فيش حاجه اسمها لا تعداد ولا تقاسم الديمقراطيه بالعدد. ما تقوليش عدد ولا ديمقراطيه، كل واحد ياخذ حقه كاملا كمواطن، له كافه حقوق المواطنه بصرف النظر عن التعداد. التعداد لا يعنيني في شيء. فعندنا حاجات متجذره متخلفه لابد ان تزول، ويحدث عمليه احلال. مواطنه بمعناها الكامل، حريه عقيده بمعناها الكامل. اما احنا نتكلم ونيجي نولول بقى لما تطلع التقارير السنويه يا استاذ عادل، يعني انتوا يصلكم الخبر في امريكا قبل ان يكون عندنا يعني. بالظبط. فبمعنى انه في حقوق انسان، في مجلس حقوق الانسان العالمي التابع للامم المتحده، في منظمات المجتمع المدني اللي بتعمل تقارير كل سنه عن الدول اللي بتستعمل سياسه العنصريه والابارتايد. كل ده بيتحاسب عليه وبيتقال، وبتطلع التقارير صحيحه 100%. ما نخرجش بقى وتعلوا الاصوات، لا ما حصلش، ولا مش عارف ايه، لا لا لا، مفيش حاجة بتطلع من فراغ.
كل ده بيبقى العالم قرية صغيرة يا أستاذ عادل. طبعا كل شيء فيها واضح، كل شيء فيها باين. لما نتحدث عن الحقيقة ما نقولش احنا ما بنخشاش حد ولا بنخاف من حد، والحقيقة دي هي أقرب الطرق للوصول إلى التعديل، يعني زي ما بيقولوا، يعني عايز تعدل حاجة وعايز ترتقي بحاجة الحقيقة الأول اللي هو تشخيص. يعني معنى كلمة مواطنة، المواطن المصري طالما أنا بأدي ما علي من حقوقي بأخذ كل واجباتي، أنا راجل بأدي الخدمة العسكرية، أنا راجل بدفع الضرائب، كل هذا يبقى يجب أن أتعامل معه مع شريك الوطن على قدم. لكن يعني هي حته الطائفيه دي عند بعض ناس، يعني انا عايز اقول ان القياده السياسيه ما عندهاش الجزئيه دي، وبالتالي فالثقافه ممكن تنتقل من القياده السياسيه على مدى شويه وقت. يعني عندما يشعر ان المواطن برغبه شعب ورغبه قياده سياسيه بيمتسك، لكن انما لما تلاقي لي واحد في موقع واصلا يعني ثقافته بقى القديمة المتجذرة واخد بالك في نفسه، فبيبتدي لا بيقاومها لا لا. لكن لما الدولة تبقى قوية ويسود مبدأ المساواة، ما فيش حاجة اسمها ده كذا وده كذا، لا لا لا. مدنية الدولة كما يقال في كل الأوساط السياسية أو الحزبية أو التشريعية أو أيا كانت الأوساط، هي مدنية الدولة زي ما بيسموها اللي هي المواطنة. مدنية الدولة بمعناها بكاملها، معناها الحقيقي المشاركة. يعني تمام يا أستاذ عادل، المساواة والمشاركة في كل شيء، زي ما أنا بأدي كامل الحقوق اللي عليا بكاملها من 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 تجنيد وخدمة عسكرية وضرائب، لا لا يبقى اخد حقوق. ما هو انا يعني انا بقول لحضرتك استرسالك في الموضوع هو ده فصل الدين عن الدوله، انك لا تدخل الدين، الدين دي علاقه بينك وبين ربنا، مالكش دعوه. قوانين الدوله، قوانين المرور، قوانين مخالفه يعني الغرامات بتاعت القوانين دي مالهاش دعوه بالدين خالص، لكن هي ممكن ان الدين يستوصيك خيرا بانك تتبع القوانين فقط، اكتر من كده مفيش حاجه تاني. فأنا شايف الراجل بالأمانة، أنا لا أجامل ولا أداهن ولا أنافق، الراجل بيحاول في هذا الشأن بالذات. ما احنا موضوع الطلاق الشفهي ولا مش شفهي قعدنا فيه 4 سنين يا أستاذ ممدوح. لا لا، ما أنا بقول لحضرتك يعني برضو ما التغيير صعب، أنا عارف مجتمع جامد. ماشي ماشي، أنا النهاردة لكن لما أحط بمنتهى القوة والمواطن لابد أن يعرف أن الدولة لها هيبتها ولها كرامتها، وأن القانون يجب أن يسود على الجميع. إنما عندما يشعر المواطن أن الدولة فقدت هيبتها بيخرج على طول عن القانون. تمام. لا لابد أن، إشمعنى يا أستاذ عادل المصريين لما بيخرجوا خارج الحدود بيمتثلوا لكل القوانين ويسيروا بشكل مثالي؟ عشان في قانون لا يرحم من يخطئ. تمام. أستاذ ممدوح، احنا عندنا تمثيل المرأة تمثيل في النيابي جميل، وآخرهم المقال اللي كتبته وزيرة الإعلام السابقة والمذيعة المتألقة كانت في وقتها يعني درية شرف الدين، دكتورة درية شرف الدين، وكتبت كمان عن محنة الطفل شنودة، ودي برضو يعني ده رأي المرأة وبقوة في التشريع المصري، يعني بتطالب بتشريع في النقطة دي اللي مش موجودة، بيدوروا المحامين بيدوروا على قوانين مش لاقيينها، لا في لائحة 38 مطبقة ولا في قوانين تمنع التبني للمسيحيين في مصر، ولكن هو حظر يعني بالمادة يعني التانية. يعني في حاجات محزنة يا أستاذ عادل. تمام. يعني طفل، والمرأة ابتدت يعني والمرأة ابتدت تخش في، أنا لا أعني القضية نفسها ولكن أعني إن في نيابية ممثلة ومن قبل يعني المرأة نفسها، وده انتخاب جميل إن الدكتورة درية شرف الدين تتكلم فيما يخص المجتمع المصري وتطالب بتغيير تشريعات، ده جميل، فالمرأة مسؤولة عن إنها تعلن عن قضياتها. إيه أخبارها بقى في مؤسسات المرأة في مصر؟ وإيه أخبارها في المؤتمرات؟ ده إحنا بنلاقي حد بيجحف حق المرأة زي مثلا بتاعت نقابه الاطباء دي اللي بتطالب الطبيبه انها تقعد في البيت، يعني بعد ما الدوله تصرف عليها مليون جنيه عشان تطلع طبيبه تقول لها اقعدي في البيت. بشان المتسلطين وغلاة الدين، ما هو ده تقعد في البيت جايه منين؟ انا مع حضرتك يعني انا مع نفس الخط كده، بنقول ان المراه نفسها كمان تتصدى لده يعني. اتفضل. ثقافه عقيمه، ثقافه القبليه والتصحر.
يعني ايه المرأة تقعد في البيت؟ ده بعد ما تسلف عليها، ده بعد ما تبقى دكتورة. يعني ايه؟ يعني السيدات انت بتصرف عليها وتطلعها دكتورة عشان تقعد في البيت. عشان تقعد في البيت. صعبة يعني، يعني منطق، منطق لا منطق يعني. لا 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 لا، ما ده ثقافة التصحر وثقافة الخروج والمغالاة في الدين والراديكالية العفنة. صدقني احيانا بيبقى الدين هو بس يعني بيركبوا الفقه، مش عايز اقول الدين، الفقه، علشان الحاجات اللي في دماغهم متصحرة كده يعني. خليني اقول لك عادل بيه، خليني اقول لك حاجة، قد ايه انا حزين بعد وفاة الكاتب الكبير مفيد فوزي. لا تتخيل التشفي، ولا تتخيل يعني على السوشيال ميديا بس يا استاذ ممدوح، لان السوشيال ميديا كتائب الكترونيه اخوانيه سلفيه، ودول طيب 30 40 الف عاملين قلق يعني. استاذ عادل اسمح لهم ليه ينشروها على الميديا؟ يقول لك ده المفروض يا سيدي يا استاذ عادل، انا لا عايز رحمتك ولا عايز ادخل جنتك يا اخي. تمام، انت مالك ومالي؟ ما ترحمنيش، ما تتكلمش، انا لا محتاج رحمتك ولا محتاج تعزيتك ولا محتاج جنتك. فبحاجه في منتهى السوء يعني، الاستخفاف بالدين والاستخفاف بالموت، انه طب ما كله هيموت، انت بتتشفف ايه؟ وبعد 90 سنه يعني، هو اللي كاتب الحكايه دي هو عايز يعيش كام سنه يعني؟ هو في ده 90 سنه، ده عمر طويل مش قليل، وقضاهم كلهم لغايه اخر لحظه وهو بيكتب ويقرا، واعلامي كمان ومحاور ومثقف. طب انت عايز ايه تاني يعني؟ انت اللي بتتشفف يعني، بتتشفف ايه يعني؟ ده مثل رائع ان هو كان عنده ضمير، مثل رائع انه عايز كان وطني يعني. لا تتخيل يا استاذ عادل، اكبر دليل على انه الدين لا يفرق، ان الدكتوره علا حويدق كان بيعتبرها بنته، وهي كانت بتعتبره ابوها على مدى 20 سنه. تمام. وكانت قد ايه بتبكي بكاء مرة، وجالسه في عربيه الموتى في المقدمه من قدام علا حويدق والسيده ميرفت امين، نقلت الان للمستشفى في حاله حرجه، والهام شاهين وده الدين يعني الاخوه. هو كان صديق الكل على فكره يعني، الكتاب والصحفيين يعني بصراحه كلهم، هو كان صاحب مدرسه كلهم يعني، كله يعني. شوف حتى الاشاده دي كانت رائعه من قبل الناس المحترمه، اما الغير محترم فاحنا مش هننظر له يا استاذ ممدوح. يعني الانسان اللي يحق ان هو ينتقد واحد لانه مات فيتشفى فيه، ده انسان غير محترم بالمره يعني، فما تبصلوش يعني. خليني ارجع لموضوعك وحوارك. المراه تاني، وان المراه مسؤوله عن مكانتها، ودي مكان الدكتوره دوريه شرف الدين في مجلس النواب، وبتطالب بايه؟ وحاطه يعني ايديها على الجرح، فاحنا عايزين المراه تبقى قويه وتطالب بحقوقها، لان هو ده اللي هيغير ثقافه المجتمع. كلمه بقى يعني للمراه، اتفضل. انا قرات للسيده انتصار السيسي، السيده الاولى طبعا بتتكلم وبتدافع عن المراه الحقيقه بشكل جمالي وبشكل واقعي وبشكل ثقافي. كل اجهزه الدوله مهتمه، زي ما تفضلت وقلت النهارده عندنا حوالي 200 نائبه في مجلسي الشيوخ والنواب. المراه تغزو كل المجالات بصرف النظر عن اخواننا الراديكاليين والمتخلفين، انما ايه، القافله تسير والكلاب تعوي. انا لا اهتم بما يفعله هؤلاء، ولأن دي أنا بعتبرها نوع من التبول الفكري والتصحر الثقافي وإلى آخره. لكن المرأة الآن أعتقد أنها بتعيش أزهى عصورها في ظل الجمهورية الجديدة. يعني المرأة بتاخد حقها الآن مثلها مثل الرجل، وأن هناك بعض المحاكم يا أستاذ عادل اتجهت برضو لصدورها لأن تصدر أحكام أن المرأة في الميراث مثل الرجل ولا خلاف بينهما، وده ما كانش موجود قبل كده، كان القضاء بيرفضه، الآن القضاء بيحكم. وفيما يتعلق كمان بالمسيحيين بالذات، لأنه هو عنده نص ما يقدرش يخالفه على المستوى الإسلامي، وهو إيه، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما المسيحية فلم تفرق بين الرجل والمرأة،
فهناك أحكام صدرت من القضاء المصري في شأن المسيحيين، وأعطت المرأة مثلما أعطت الرجل، كله بياخد حقه بمناصفة على المستوى القانوني. لكن أنا عايز أقول لك في مجال، يعني في المجال على المستوى الاجتماعي بقى، مش مسيحيين ومسلمين، الكل يأكل حق المرأة في الصعيد في الميراث بالذات، ودي حاجة مصيبة في الصعيد، لازم الدولة تتدخل في الموضوع ده. يا أستاذ عادل، ما عليك أن تعلم أن دي ثقافة بدوية. ما هو لازم تكسيرها برضه يا أستاذ ممدوح بالقانون. ما أنا مش عارف يعني، بقى لها سنين أهو والقانون صدر في المرأة وفي حبس وفي كل حاجة، لكن برضه بيتاكل حقها. أستاذ عادل، أنا كنت نائب وعارف معنى التشريع، لأن أنا جيت في وقت ما كانش في مجلس نواب، فمجلس الشورى أخذ صلاحيات كل مجلس النواب من رقابة وتشريع. لكن عشان تصد هذا الغزو الصحراوي لابد أن تصدر تشريعات. عندما تصدر تشريعات وتنشر في الجريدة بعد قرارها في مجلس النواب، لا أحد يستطيع أن يخالف. أنت أصدر قوانينك كما هي فيما يتعلق زي ما قلت بالصعيد وهنا وهنا. عندما يشعر المواطن أن قانون فعلا صدر وتم الوفاق عليه في مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، فبينشر والكل بيخضع تحت لواء القانون. تمام. من ضمن القوانين دي، ويعني بالشهر العقاري، وحضرتك طبعا محامي وعارف الإجراءات في تسجيل الشهر العقاري، ابتدت تتسهل كتير للعقارات والمنازل والعمارات والأراضي والكلام ده كله. ده حل من ضمن الحلول، ان تثبت التركه علشان تبتدي القضاء يفصل فيها، انما البيع والشراء شغال بالجدك والحاجات دي كلها. احنا يعني عايز اقول لك، انا دايما انا راجل، انا معارض، بس المعارضه البناءه تمام، التي تبني ولا تهدم. انا بقول ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح تمام، بس هناك أمور لابد أن تتغير تماما، والحقيقة دي مسؤولية الوزارات. لأنه أنا طول عمري أقول إحنا مصر يعني دولة عظمى في منطقتها، أستاذ عادل، مصر شمس لا تغيب، مصر رائدة المنطقة العربية، ولا يمكن الدخول حتى فيما يتعلق بالمشاكل العربية زي المشكلة الفلسطينية وغيرها، لا يمكن أن يكون حوار بعيد عن بوابة مصر طبعا. فأنا النهاردة ماشي في الاتجاه الصحيح، وبنصحح بعدما أفسدوه على مدى 60 سنة الرؤساء الثلاثة اللي أنا اتكلمت عنهم، عبد الناصر والسادات وحسني مبارك. إحنا في جمهورية جديدة، فنتمنى الأمور أن تسير في طريقها الصحيح، وإن شاء الله خيرا يعني. إن شاء الله. تسهيل اجراءات الشهر العقاري، اعتقد ان هي ماشيه في نفس السير يعني. هل كمحامي بتلاقي صعوبه برضو في التسجيلات، ولا بتطالبوا بتيسيرات اكتر، ولا التيسير الاخير ده كافي؟ اتفضل يا فندم. بالتاكيد، لانه انت النهارده انت عندك ثروه الاقتصاديه والكلام ده، لابد تسهل، حتى انت بتعطي امل للمستثمر. النهارده المستثمر يا استاذ عادل لما بيجي يستثمر وبيجد عقد وبيجد عدم تيسير وخدمات وإلى آخره، بيخلع بيتكل. فطبعا الرئيس كان عنده بعد نظر في الموضوع ده، فبالتالي بيصحح ما أفسده الزمن. وأنا شايف أن هناك تقدم ملحوظ فيما يتعلق بإجراءات الشهر العقاري وغيره. تمام. شكرا جزيلا سيادة المستشار أستاذ ممدوح رمزي على مداخلاتك الجريئة الوطنية، اللي يعني في الآخر بتهدف إلى حب مصر، وأن مصر تبقى في مكانة تانية، المكانة التي تستحقها يعني. شكرا جزيلا. دي بلدنا سيادة. وإحنا بنحبها طبعا، ونفضل فيها طبعاً. إلى المنتهى طبعا، إلى المنتهى طبعا طبعا. كلنا بنحب مصر ونتمنى انها تبقى في المكان التي تستحق. بشكرك جدا على تواصلك معنا من وقت لاخر. ربنا يخليك. شكرا جزيلا سياده المستشار استاذ ممدوح. بشكرك جدا. ربنا يخليك يا فندم، ويديك الصحه، وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه اعياد الكريسماس على الابواب يعني. شكرا فندم.